اتكلم بقى النهارده على ايه؟ على حاجه تانية اسمها ازاي مثلا لو انا عندي جملتين متناقضتين بينهم كونتراست يعني تناقض، ازاي اربط بينهم؟ تمام، يعني مثلا لو قلت he is poor، هو فقير، وبعد كده قلت he is happy، عندي هنا كام جمله؟ عندي two sentences عايزه اربطهم. التو سنتنسز بينهم تناقض، بينهم كونتراست يعني عكس بعض. طب ازاي فقير وازاي في نفس الوقت سعيد؟ عندي حاجتين بربط بيهم، عندي اول حاجه كلمه although وعندي however. although however معناها بالرغم من، although however بالرغم من. طيب لو انا عايزه اربط ب although هحط although في اول الجمله وهقول although he is poor comma he is happy، بالرغم ان هو فقير ولكنه الحمد لله سعيد. تمام، وانا عملت ايه؟ ربطت الجملتين، جملتين بينهم تناقض، بينهم كونتراست، فانا جبت في الاول الجمله خالص جبت كلمه ايه؟ although. سهله هالشمس بس عندنا تاني تاني. حاضر، هندي اكزامبل تاني. هقول مثلا she doesn't study well، هي ما بتذاكرش كويس. تمام، she comes first، طلعت الأولى، يبقى الجملتين في ايه؟ تناقض. طب ازاي ما بتذاكرش كويس وطلعت الأولى؟ الجملتين فيهم تناقض. طيب يبقى انا هستخدم ايه؟ هستخدم حاجة بتربط بين الجملتين وبين التناقض اللي هي كلمة ايه؟ although. يبقى اقول although بالرغم، واحط جملتين زي ما هم، she doesn't study well بالرغم ان هي ما بتذاكرش كويس، ايه اللي حصل؟ كما طلعت الاولى، كما she comes first اصبحت او طلعت الاولى. ايزي؟ تمام على كده. طيب خلي بالي انا ممكن بدل ما احط although في اول الجمله ممكن احطها في النص، انا بدل فول ستوب، واقول she doesn't study well although she comes first. يبقى عندي although ممكن احطها في اول الجمله او في النص مكان الفول ستوب، بس هنا لو انا حاطها في اول الجمله بحط ايه؟ بحط فول كما عشان افصل الجملتين، عشان اعرف اللي قدامي ان انا ان كلمه although هنا ربطت لي جملتين ببعض، جابت الجمله الاولانيه وبعدين كما وبعدين جبت الجمله الثانيه. طب لو حطها في النص يبقى هي مكان الكما، انا مش هحط ايه؟ مش هحط كامز. اوكي، زي اف بالظبط، زي قاعده اف. مش حبيبي؟ تمام تمام جدا. طيب عندي قلت انا عندي كلمه تانية مكان اوزو اللي هي كلمه ايه؟ however. however برضو معناها بالرغم من، however معناها بالرغم من، بس however ما بتجيش في اول الجمله، however ما بتجيش في الاول، امال بتيجي فين؟ هتبص مع بعض. هقول مثلا she works hard she doesn't get high marks، هي بتذاكر كويس ولكن ما جابتش درجات ايه؟ ما جابتش درجات نهائيه او درجات كويسه، high marks اللي هي درجات عاليه. طيب عايزه اربط بقى هنا بكلمه however، عايزه اربط بكلمه however. however يعني ايه؟ قلنا بالرغم من. هعمل ايه؟ هحط الجمله الاولانيه زي ما هي اللي هي she works hard، she works hard. طيب وبعدين اقوم حاطه الفول ستوب. لا، ما انا احط however فين؟ احطها في بدايه الجمله الثانيه however، واقوم حاطه بعدها كما واقول she، كمل بقى الجمله الثانيه اللي هي ايه؟ she doesn't get high marks. مش يا حبايبي؟ يبقى however دايما بتيجي في بدايه الجمله الثانيه. سهله؟ تمام. يبقى although يا اما تيجي في الاول خالص يا اما تيجي في النص، وبتربط جملتين، بتخلي الجملتين جمله واحده، يعني although بتخلي الجملتين جمله واحده، ما عنديش الا فول ستوب واحده. تمام، اما however، however لا، however انا عندي جملتين بس انا بحطها في بدايه الجمله الثانيه وبحط قبلها كما. clear؟ تمام. طيب example ثاني، هقول we were busy، احنا كنا مشغولين، we made a cake. تمام، عايزه حد يستخدمي however، هقول ايه هنا؟ ها
يلا يا يوسف. We were. هقول ايه؟ We however. لا however ما بجيش في الاول خالص يا يوسف. ها. تمام. We were. We were busy. هحطها زي ما هي. Busy. We were busy زي ما هي. مش هعمل فيها اي تغيير. However. وبعدين احط الفول ستوب برضو زي ما هي. وبعدين قوم كاتبه كلمه ايه؟ however. However. Yes however. ايه بقى؟ made. كما we made a cake. We made a cake. مش حبيبي however we made a cake. برغم من ذلك عملنا كيك. طيب بيقول لي انا كده ايه عرفت مكان however. طب يا مش سؤال. اتفضل يا حبيبي. ها اتفضل. يعني دلوقتي however هي نفس معنى also. نفس المعنى. تمام؟ هو الاختلاف بس في المكان والشكل. ان also لما بتيجي في النص ما يبقاش منظر عامل كده، بيبقى منظر عامل كده. بيبقى عامله كده. بتبقى عامله also بتبقى حرف small. لان هي بتربط الجملتين. اما however ما بتربطش جملتين. انا عندي جملتين زي ما هم. جمله فول ستوب however كما والجمله الثانيه. ماشي يا حبايبي؟ clear؟ تمام. طيب بيقول لي بقى انا ممكن اعمل ايه؟ انا ممكن برضو في however بدل ما اجيبها بالشكل ده ممكن اجيبها زي also. لا زي مس بس خلي بالي بقى اقوم عاملاها كده اهو. هقوم حطاها هنا كما however كما واكمل الجمله. يبقى اقول we were busy كما however كما ثانيه we made a cake. يبقى حطيت قبل however كما وحطيت بعدها كما. تمام؟ يبقى لو جت في النص وربطت جملتين زي also بحط قبلها كما وبعدها كما. لان هي تبقى هنا كانها ايه؟ كانها زايده على الجمله. كلير؟ تمام. طيب الجمله دي مثلا لو عايزه استخدم فيها however هقول ايه؟ She doesn't study well. She comes. She doesn't study well. ها. However. However. كما. She comes. She comes first. تمام. However, comma, she comes first. يبقى انا خلي بالي هنا however مرتبطه شويه بالpunctuate. Punctuate يعني ايه؟ البنكتويشن مرتبطه بالpunctuate. لازم احط قبلها full stop وبعدها comma. او احط قبلها comma وبعدها comma. بس كده. Clear؟ تمام. طيب عندي بعد كده بيقول لي بقى ايه؟ بيقول لي انا عندي كلمه اسمها congratulate. Congratulate كلمه طويله شويه بس سهله. Congratulate معناها يهنئ. اقول لك مثلا ايه؟ I congratulate my cousin. انا هنيت ابن عمي او ابن خالتي او ابن اي حد. I congratulate my cousin on winning the match. انا هنيته لما كسب الماتش. تمام كده؟ طيب يبقى انا بقى استنبط الايه؟ القاعده بتاعت congratulate. Congratulate بيجي بعدها حرف الجر on. وبعد حرف الجر on بجيب verb ing او اجيب noun. طيب انا بهني، بهني مين؟ عمي، اختي، صاحبتي، بهني اي شخص. يبقى بيجي بعدها الشخص اللي انا بهنيه وبعدين اون وبعدين فيرب اي ان جي. تمام؟ اقول مثلا I congratulate احمد for I'm sorry on on ايه تاني؟ on his birthday. انا هنيته بمناسبه عيد ميلاده. كلير؟ يبقى كلمه congratulate somebody on something انا بهنيه على حاجه معينه. كلير؟ تمام يا حبايبي. طيب يبقى دايما خلي بالي ساعات ما يجيليش ما يجيش هنا اوبجكت. ممكن يوم جايب لي على طول congratulate on او congratulations on. اقول لحد مثلا congratulations on your success. يعني مس congratulation مش بيجي معاها الحرف الجر. ممكن يجي بعدها طول حرف الجر، ممكن ما يجيش بعدها اوبجكت. ماشي يا حبايبي؟ يبقى ممكن اجيب بعد. يبقى كده لازم الاقي في الجمله on عشان يبقى ايه؟ يبقى انا ماشيه صح. لان من الفيرب ده بيجي بعديه حرف جر. طيب بعد كده بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي انا عندي بعض الافعال او بعض الكلمات اللي ليها اكتر من معنى. زي كلمه ايه؟ زي كلمه لايت. لايت دي ليها اكتر من معنى. لايت ده اللي هو ضوء الشمس. اقول لك سان لايت. او لايت ده معناها اللمبه. المصباح او اللمبه اسمها لايت. او معناها ينور لو جت فيرب ينور اللمبه اقول لك ايه؟ turn on the light يعني افتح النور او اطفي النور. يبقى كلمه light ليها اكتر من معنى. يا اما ضوء يا اما نور يا اما مصباح يا اما ينور ينور حاجه. ماشي حبايبي؟ طيب بيقول لي برده عندي كلمه ثانيه اسمها break. break يعني ايه؟
كنا خدناها قبل كده. break يعني يكسر، هقول لك ايه، he breaks the glass، هو كسر الكوبايه. او break معناها اللي هي فسحه او استراحه، اقول لك ايه معناها rest، اقول لك we take the break after the fourth مثلا listen، بناخد البريك بعد الحصه الرابعه. يبقى كلمه break معناها يكسر لو جت verb، لو هنا معناها verb معناها يكسر، ولو جت noun معناها ايه استراحه او راحه. تمام. طيب بيقولي برضو كلمة can من الكلمات برضو اللي احنا عارفينها. كلمة can اقول لك I can play football، I can play football، I can speak English، I can listen to مثلا listen to songs، انا بعرف اسمع اغاني say مثلا. او I want a can، I want a can of cola، انا عايز ازازة او كنزاية زي ما احنا بنقول بالعربي. I want a can of cola، عايز ازازة كنز. اوكي، هي كلمة كان اصلا معناها ايه؟ معناها علبة صفيحة. يبقى كان معناها يستطيع، I can swim، انا بعرف اعوم. او كان معناها علبة صفيحة زي الكنز اللي بنشرب فيه الحاجة الساقعة. اوكي، خلي بالك. تمام. هنا verb وهنا noun. تمام كده. طيب بيقولي برضو لما اقول كلمة sport، sport معناها الرياضة. لما اقول لك ايه I practice sports، I practice sports، انا بمارس الرياضه. تمام. او اقول he has مثلا a sports spirit، يعني روح رياضيه. كلمه sport رياضي او الرياضه نفسها. بيقول لي برده عندي كلمه اسمها I'd prefer، I'd هنا اختصار كلمه ايه، اختصار كلمه I'd prefer، بيجي بعدها to المصدر. اقول لك انا مثلا عايزة او بحب او بفضل I'd prefer to sleep early، بفضل انام بدري. I'd prefer ice cream، انا بحب الايس كريم. يعني ممكن اقول I'd prefer to sleep early، بحب انام بدري. او I'd prefer ice cream على طول. تمام. ice cream اللي هو الايس كريم. تمام كده. طيب اخر حاجة هقولها ان شاء الله النهاردة، بيقولي كلمة اسمها كلمة it's fun. اقول لك مثلا ايه it's fun to swim، يا سلام بقى it's fun to swim، متعة بالنسبة لي ان انا اسبح مثلا. it's fun to watch a movie، متعة بالنسبة لي ان اتفرج على فيلم. تمام. او movie. it's fun to go to the party، بالنسبة لي حاجة ممتعة او مرحة ان اروح البارتي، يعني اروح حفلة. مش حبيبي. يبقى كلمة it's fun بيجي بعدها to المصدر، معناها انه لشيء ممتع او انه لشيء جيد ان اعمل حاجة دي. اوكي، let's look at your book. عندي هنا احنا كنا خلصنا lesson 1 و 2، هنبدأ ان شاء الله في 3 and 4. اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي، let's start. عندي هنا بيقول Olympic Games a good sport، spectators، spectators اللي هما بيتفرجوا على الماتشز او الحاجات الرياضية، spectators، congratulate، referee، compete، opponent، yell، championship، athletes. عبد الرحمن please read. Olympic Games a good sport. Yes. Spectators. مش tours. Spectators. Congratulate. Okay. Referee. Refer. لا مش refer. Referee. Referee. Yes. Compete. Yes. Speedball, injured, helmet, grease, break, runner, touch, list, fit. محمد
راديو بروجرام ستاديوم بريزنتر ليفز سبيد بول انجرد يس هيلمت سيل جريس جريك لا اتنين رانر بصي يا محمد اتنين جه جريس جريك ها جريس جريك تمام رانر توث تاتش ليست فيت ثانك يو سو ماتش عندي بعد كده مانج اكيوريتلي كامفورتابل سبورتس ايفنتس كونتراست ابولوجايز جودو سيلف ريسبكت سايد نت فريش ووتر تروفي وينرز زياد مانج اكيوريتلي كومفورتابل سبورتس ايفنتس زياد خفف الاو مش كوم كومفورتابل comfortable yes sports events yes contest obligize لا apologize عطش الجيم apologize yes apologize yes judo side self respect side net fresh water trophy winners thank you so much عندي بعد كده جايب لي بقى بيتكلم عن الاولمبيك جيمز بيقول هنا the first olympic games هنا جيمز جمع فقال were held in greece in 776 bc يعني اقيمت او تم اقامتها قبل الميلاد خلي بالي هنا الجمله هنا باسيف فهنا جيمز بلورال جبنا was a were طبعا بلورال هاخد معاها were طيب وبعدين جبت الفيرب البيبي من الفيرب اسمها held يبقى were held عندي بعد كده بيقول ancient Greek stadiums weren't very comfortable ما كانتش مريحة in the past athletes only used to practice hard for about 10 months before the game كانوا بيمارسوا الرياضة حوالي لمدة 10 شهور قبل ما ما يمارسوا اللعبة today athletes win medals for first second or third place بيفوز بالميداليات سواء في المركز الأول أو الثاني أو الثالث. عندي بعد كده بيقول لي hold held burned خلي بالي من الفيرب ده ممكن أعمله كأنه فيرب شاز وحط تي أو أعمله كفيرب عادي وحط في آخره إيدي lose lost first الأوبزيت بتاعها lost huge tiny no longer still أوكي عندي بعد كده جايب لي بقى حروف الجر بيقول compete او compete for بينافس عشان حاجه مثلا اقول ايه I compete for a medal انا بنافس من اجل الميداليه win for in the final stay in يعني مثلا اقول stay in a hotel يعني هو قاعد او مقيم في فندق apologize خلي بالي مع حرف الجر for apologize for stay away from يبعد عن حاجه ask for opinion ask for his opinion يعني بسال باخد راي اللي حواليا ask for Mona's opinion باخد رأي مونة مثلا countries holding the games holding هنا معناها اللي بتنظم try harder حاول مرة تانية أو حاول بشدة practice hard big chances since then completely different أقول لك مثلا إيه أحمد and Munir are completely different يعني هما اتنين مختلفين عن بعض تماما start burning خلي بالي start كنا قلنا قبل كده بيجي بعدها verb ing أو طول مصدر start و began يجي بعدهم verb ing أو to والمصدر يعني أقول start burning أو أقول start to burn win self respect يعني بيفوز باحترام الناس أو باحترام الذات yell unkind words about yell لو بنشوف ساعات في الماتشات إن في ناس بيقولوا كلمات مش كويسة بيشتموا مثلا at all keep changing keep برضو بيجي بعدها verb ing keep changing keep going استمر عندي turn off the light و turn on the light turn off يطفي و turn on يشغل do something wrong look up خلي بالي look لوحدها معناها انظر إلى look for يبحث عن حاجة look up بيدور على معنى كلمة في القاموس أنا شفت كلمة مش عارفة معناها فبقول I look it up look it up يعني بدور على معناها في الديكشنري أو القاموس in the same place في نفس المكان جايب لنا البريزنتر والبروفيسور يلا يوسف انت البريزنتر وزياد البروفيسور start how many sports
a basket packed of he gym games. Games now. How many sports are part of the games now? Yes. The list. Go on. Well, the list keeps changing, but the 16 there were 41 sports. تمام. Another area where there have been big changes is in the stadiums. This have become huge and very modern. And very modern. Furthermore, just a second, يا زياد. Furthermore, قلنا بستخدمها عشان أدي more information. أدي معلومات أكتر. زي in addition to. يبقى further more وin addition to بدي معلومات أكتر. تفضل. Go on. Stadiums. Stadiums all have the newest technology so the achievements can be measured more accurately. Sam, thank you so much. Tell me, Yusuf. How different were and can ancient. Yes. Greek. Stadium. Yes. Yet. Ancient Greek stadiums weren't very comfortable, and there weren't even fresh water for the spectators. Yes, these days, spectators from all over the world come and watch events, but in ancient Greece, only Greek spectators could watch the games. يبقى هنا كان زمان كان بس الجريك هم اللي بيتفرجوا على السبورتس. أما دلوقتي people from all over the world من كل حتة بيجوا يتفرجوا. Next, Yusuf. How hard is it for today's athletes. إيه مدى الصعوبة بالنسبة لهم؟ Yes, Yusuf. زياد. The work? They work very hard in the past. Athletes only used to practice hard for about 10 months before the games. These days, they must work hard for years before the games. Yes, they must work hard for years. بيشتغلوا لازم يشتغلوا سنين كتيرة لحد ما إيه ما يتمكنوا من الجيمز أو الألعاب اللي هم يلعبوا. يوسف. What about the prizes? Athletes win. That hasn't changed. بيقول له هنا ما اتغيرتش هي الجوائز اتغيرت. Yes, yes. Yes, it has. Today athletes win medals. Yes, for win medals for first, second, or third place. There is very different from the past when winners were given only leaves to wear on their heads. تمام. هما كانوا زمان بياخدوا leaves to wear يعني بس بيحطوا ورق شجر كده عشان ايه يحطوها على دماغهم كأنه على رأس وريشة يعني. Yes, thank you. Yusuf. And how often were the games held in the past? How often يعني كانت بتقام كل قد ايه؟ يعني كل ايه الفترة الزمنية كانت بتقام امتى كانت بتقام الألعاب ديت؟ زياد. During times there were held every 4 years in the summer and always in the same place in Greek. However, today the Olympics are held in different countries every time. Although yes. There have been changes, it's always a great achievement for athletes to complete for their country at yes. The Olympics. That hasn't changed at all. To complete for their country. هي المفروض compete for their country at the Olympics. إنه ما يتنافسوا من أجل بلدهم في الأولمبيكس. تمام؟ طيب بيقول هنا زمان كان عامة بتقام كل 4 سنين وإن كانوا زمان بيقيموها دايما في جريس اليونان. أما دلوقتي بيتغير ممكن مرة في اليابان مرة في الصين وهكذا بتتغير والناس بيجوا من كل مكان عشان يتفرجوا على الجيمز دي. دي الحاجات اللي احنا خدناها النهاردة. هنبص بقى الكوستشنز. Let's start with the questions. Okay. Start. بسم الله الرحمن الرحيم. وانا بيتكلم الاول على Egyptian محمد علي رشوان. يلا يا محمد start. In
1948 the Egyptian 1984 رقمين رقمين 1984 يا حبيبي. In 1984 the Egyptian Muhammad Ali Rashwan was in the final of the world Championship his opponent اللي هو الخصم اللي كان قصاده opponent was a Japanese man yes yeah. اسمه ايه كده اسمه ياسوهورو او ياسوهورو ياماشيتا اسمه كده الراجل ده before the game ياسوهورو ده hurt his right leg but محمد did not touch his injured leg although this would have helped him when he did not think this was kind yes. Muhammad lost the match but he won in his self respect يعني كان عارف ان خصمه رجليه اليمين وجعاه متعوره تقريبا وما لمسهاش وخسر المباراة عشان ما يأذيش صاحبه هو خسر المباراة بس هو كسب احترامه لنفسه أو احترامه الناس ليه يقول لنا look up the words in the red in your dictionary كلمة self respect معناها ايه self respect يعني ايه self respect اللي هو ايه respect yourself يعني تحترم نفسك أو تحترم ذاتك عندي do you think that محمد did the right thing يا ترى محمد عمل الحاجة الصواب أو الحاجة الصح زياد عبد الرحمن I'm sorry عبد الرحمن do you think he did the right thing أيوة مس هقول يا حبيبي number two do you think number two do you yes. think that محمد did the right thing يا ترى هو عمل الحاجة صح إنه خسر المباراة مرضاش يضرب زميله No. ليه؟ كان في كرتون اسمه برق بنزين لو اتفرجتوا عليه وانتوا صغيرين كان الكرتون ده في السباق لما هو خسر المباراة وبس خلى صاحبه زقه لحد النهاية فهو خسر المباراة بس هو كسب احترام الناس له مش دايما المكسب مش دايما المكسب مكسب ممكن انا كسبت فلوس بس ما خسرت احترام الناس ليا تمام في نفس الكلام هو خسر المباراه بس كسب احترام الناس يبقى يس يبقى هو المفروض اقول يس اي ثينك سو هو عمل فعلا الحاجه الصح اللي بعدها يوسف should you always play sport to win or for other reasons احنا بنلعب السبورت بس عشان نكسب ولا عشان حاجه تانية يوسف No, we shouldn't. We should play sport for other reasons. مثلا for A, for to be stronger, to be happier, to be good, to defend yourself, and so on. عندي number one is yet start. Spectators shouldn't yell unkind words. Very good. اللي بعدها محمد. The note is the person who decides that you Fine. Did something. Something wrong in the court. لو انت عملت حاجة غلط في الكورت مين اللي بيقول ان انت عملت حاجة غلط؟ ده مين؟ طلع لك كارت احمر او كارت اصفر ويطلعك برا خالص ها اسمه ايه؟ ريفري اسمه ريفري اللي هو الحكم تمام؟ نمبر 3 يا عبد الرحمن when you lose a match you should congratulate the winner تمام very good you should congratulate the winner انت تبارك للكسبان Next, Yusuf. All champions. Champions. Yes. To win the gold medal in the Olympics. بيعملوا إيه بقى ال champions دولت؟ ها؟ Congratulate. لا مش congratulate. دوم عايزين يكسبوا يبقى ما بيتنافسوا. بيتنافسوا يعني إيه؟ ها؟ Compete. تمام. Very good. يبقى compete to win. زياد number 10,000 were at football matches with spectators. Of course, 10,000 spectators, مشاهدين طبعا. اللي بعدها محمد number 1 who is your in the tennis competition? Yes, who is a
opponent. opponent اه opponent يعني خصمك او اللي بتلعب قصاده. عندي بعد كده number two عبد الرحمن. In the last in yes in the last Olympic games the winners were given to wear on the hair. كانوا بياخدوا ايه يحطوه على دماغهم؟ احنا سألناها من شوية. كابس. لا مش تابس مش كابس. لا 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 ما كانش في كابس زمان. كانوا بياخدوا ايه؟ كانوا بياخدوا ورق شجر. ليفز. كانوا بياخدوا ورق الشجر يحطوه على دماغهم زي اللي على راس وريشه كده. زمان زمان كنت بقول ايه ده على راس وريشه. لا كانوا بيحطوا زمان على راسه ورق الشجر ليفز. مش يا حبيبي؟ نيكست يا يوسف. Can you light on us? Light on us. Oh. I want to study. I want to study. Oh, is the light on? Turn the light on. Thank you so much. Next is yet for some people. Some people believe that tennis was invented. Invented by the French. Thank you so much. Next. Bismillah. محمد ده اللي احنا قلناه النهارده الفرق بين هاويفر والزو. والزو دايما بتيجي في اول الجمله او بتيجي في النص، اما هاويفر دايما بتيجي في نص الجمله او بدايه الجمله. جايب لي بقى هنا write what would you say in the following situations. محمد start. Although you lost in the final match you congratulate your opponent. Yes. هتقول له ايه بقى؟ هتقول ال opponent بتاعك ايه؟ هتهنيه هتقول له ايه؟ طيب هنقول هنا هقول congratulations for your winning. Congratulations for winning the match. تمام؟ هقول له congratulations شكرا ليك او مبارك ليك ان انت كسبت الماتش. نمبر 2 عبد الرحمن. You told your brother that you are good at football but you like playing volleyball. Very easy. يبقى تقول نفس الجملة. I am good at football. Yes. But I like playing volleyball. Thank you so much. But I like playing volleyball. هنا خلي بالي ممكن أعمل برضو أستخدم although. يبقى أقول although I am good at football, comma I like playing volleyball. لأن الجملة فيها تناقض. طيب. ألف ريش.